طيب ما الفرق بين السلفية وأنصار السنة؟ كالفرق بين القرآن وبين كتاب لينين، ما في أي علاقة بين أنصار السنة بين الجماعة دي. أنصار السنة دي باعوا الشغلة، أنصار السنة باعوا الشغلة دعوة للتوحيد وإلى السنة، صار السنة باعوها، والآن بقوا خاشين مع الأخوان المسلمين وانقسموا، جماعة مركز عام وجماعة إصلاح وجماعة غيره وغيره، كلهم ما عندهم موضوع. لأن المركز العام بقوا يتريضوا مع النسوان، عندهم واحد يتريض مع تابيتا بطرس زمان لما كانت وزيرة الصحة، فهمت؟ لابس له تريننج وهي لابسة تريننج بيتريضوا. لكن لا أخواننا، أنا لما نتريض زي ما قال المثل أحشفا وسوء كيلة، فهمت؟ أنت ذاتك يتريض إن شاء الله، نادي لك ككو من الجامعة دي يمشي يتريض معه، أنت زول موهوم ولا شنو؟ فهمت؟ فده مشى يتريض مع تابيتا بطرس، فهمت؟ واحد الهد داك نزله، طبعا كان وزير ونزله، مشى قال أنا لا أمانع من زيارة الأضرحة، ورئيسهم إسماعيل عثمان مشى أكل رز مع الكباش، فهمت؟ وديلك رقصوا قدامه، عملوا البدع والشركيات قدامه، وهو راقد قاعد، وقاموا مشوا أسنوا على الترابي، تحديثهم اسمه ياسر محمد الحسن، قال الترابي شخصية لن تتكرر في العصر الحديث، قال لغاية ما الشعبين بيجوا يكبروا في الصيوان بتاعه. ومن بيتين أنصار السنة كان عندهم صيوانات، مشوا للصيوان بتاعه، فهمت؟ وشالوا فيه والفاتحة، وعزوا تعزية ما عزاها الجبهجية ذاتهم للترابي، فهمت؟ ومدحوا مدي عجيب. فده الناس باعوا الشغلة وبيقوا عبارة عن جبهجية. أما ناس الإصلاح ديلك ما عندهم موضوع إلا إنهم ماشيين مع عبد الحي يوسف الذي يحمل المنهج التكفيري. ناس نائب الرئيس بتاع جماعة أنصار السنة محمد اللمين إسماعيل، يمكن كثير من الناس بيعرفوه، عرفته؟ ده بدافع عن عبد الحي وقال قد آتاه الله فقها واسعا، وعبد الحي يوسف بيكفر حكام المسلمين كلهم، وبقول لا توجد جماعة اسمها السلفية، وإذا وجدت فلست منتميا لها، فهمت؟ ومشوا يترحموا على بن لادن وعملوا بلاوي كثيرة أنصار السنة، وآخر حاجة قالوا نحن والصوفية واحد، وقالوا نحن ما بنرضى في الصوفية، صار السنة بيقول ما بيرضوا في الصوفية، فهمت؟ فبعد شوية نحن حنرجع منهم النوبة يدقوها. وآخر حاجة قال محمد أمين إسماعيل لما الناس طيبة بيقوا يعملوا تمثيليات، قال لي للدعوة، طبعا ده الهوس بتاع الأخوان المسلمين، يقول لك لابد أن تدخل الدعوة في جميع ضروب الحياة. الترابي قال لهم لا ينبغي أن يعبد الطار الله وحده، ينبغي للآلات الموسيقية أن توب إلى الله، وينبغي أن يكون للجنة بابا تاسعا يدخل منه أهل الفن. يا زول الجنة دي أبوابها ثمانية، ترابي داري يخرم له باب تاسع يدخل به ناس محمدية ونجاة غرزة محمد وردي، فهمت؟ وداك بقصة ريدة بين اثنين بين مسلم مسيحية والحب ما بيعرف أديان سماوية، وداك يخش بأربع سنين، وداك يخش بالمشكلة بتاعته، فهمت؟ وهوس كثير، ده الهوس بتاع الترابي ده، وكلام كثير جدا. طيب فهذيل ما عندهم علاقة بالسلفية، أنصار السنة وتحولت إلى جماعة إخوانية.